والله الماتش ده احنا كان لسه اول ماتش في البطوله خالص، يمكن حتى ان ليا على طول كده حاجه ان انا اول ماتش بلعبه في كل بطوله بلعب حلو بجيب فيه سكور كتير. فماتش كوديفوار ده كان يمكن اسهل ماتش في المجموعه المفروض، يعني كان لسه في كاميرون ونيجيريا والسنغال وكده، فده يمكن كان اسهلهم. هو طبعا صعب، احنا مش بنستقل باي فرقه، بس ده كان اسهلهم. الماتش كان ماشي باسكت 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 باسكت، فاحنا كنا لازم نكسب الماتش ده عشان نقابل حد في الاخر سهل، ما نقابلش مثلا السنغال في السنغال. الماتش ده كان خلاص فاضل 3 دقايق على الماتش وانا ماسكه الكوره، لقيت واحده فخربشتني في نص وشي كلي، فالحكم اول ما شاف وشي لقى نقطتين دم او حاجه، فما ينفعش ان انا العب وفي دم في وشي، فبدلت. فطلعت قلت انا مش عايزه ولا اتعالج ولا اي حاجه، حطوا لي بس بلاستر وانا هنزل، وهو الحكم ملوش ان هو يقول لي لا اطلعي، طالما انا فيه في وشي بلاستر خلاص، طول ما الدم مش باين خلاص. فانا نزلت على طول، فساعتها بقى حتى الكاميرا هي لقطتني كده يعني خربوش كان في وشي، فهو ده بصراحه خدوها في بوز حلو بصراحه يعني. فالناس كلها قالت دي قد ايه هي عملت ماتش، حتى الماتش ده احنا خسرنا، بس بصراحه كان الجمهور معانا من مصر، كانت الناس كلها بتشجعنا بصراحه. انتوا كنتوا رجاله، وانتوا كنتوا يعني ما سبتوش ما رميتوش الفوطه، لا انتوا كنتوا رجاله لحد اخر ثانيه في الماتش. حتى لما خسرنا وبعد كده كسبنا الكاميرون في كوارتر فاينل، الناس كلها عارفه ان احنا من اول ماتش واحنا ثابتين نفسنا ان احنا مش هنضحي باي ثانيه. يمكن اللياقة البدنية أنا يمكن بشوفها هي والاحتراف، يعني إحنا مثلا حتى في أفريقيا اللي فاتت 5-5 خسرنا من أنجولا في آخر ثانية 68-66، عشان إحنا مش متعودين إن إحنا نلعب ماتشات 4 أيام ورا بعض. هم عادي بيلعبوا ماتش 2-3 بيجوا الرابع بيتسلوا، هو ده لعبة بيحبوها فبيجوا يعملوا، إحنا بنيجي ماتش 2-3 لا إحنا عايزين أجازة إحنا مش قادرين. فإحنا منتاليتي عندنا يمكن مختلفة غير عن الأفارقة، هي بطبيعة جسمهم هم أقوى مننا. بس دلوقتي بصراحة الاتحاد ابتدى يهتم إنه يبقى مدرب اللياقة البدنية ده قبل أي حد في الجهاز، لازم يبقى معانا اللعيبة. حتى كمان أنا بشوف من وجهة نظري الاحتراف، هم هناك اللعيبة في أنجولا ولا نيجيريا سنغال كاميرون بيبقوا اللعيبة بتاعتهم ده بيجيبوهم على أفريقيا بس، إنما هم أصلا بيلعبوا في دوري أوروبي دوري في أمريكا، مش بس بيقتصروا على ان هم بيلعبوا في بلادهم بس. معدل الاعمار كمان، يعني انا لما جيت اخدت هدافه افريقيا في 3 في 5-5 انا اسفه، كان عندي 24 سنه وهي كانت احسن لعيبه في افريقيا عندها 37 سنه، اللي هو مستغرباني انت اصغر مني ب 12 سنه ولا ب 13 سنه. فيمكن معدل الاعمار والاحتراف واللياقه البدنيه هو ده اللي يفرق بصراحه. الخمسة على خمسة بتبقى ملعب كامل، ما بتبقاش نص ملعب زي التلاتة على تلاتة. هي التلاتة على تلاتة تعتبر نسخة مصغرة من الخمسة على خمسة. خمسة على خمسة بيبقى ملعب كامل، بتلعب 40 دقيقة 4 أشواط، كل شوط 10 دقايق، ليك ان انت تاخد 2 تايم أوت بس عادي، ممكن تبدل في اي وقت باي حد من الاتناشر، يعني انت بتبقى 5 في الملعب و7 على الدكه، بتبدل في اي وقت، تعبت اصابه اي حاجه ينفع ان انت تبدل عادي خالص. التلاته على تلاته عكس كده خالص، ان انت بتبقى 3 على 3 بس، وفي واحد بره احتياطي الماتش مدته 10 دقايق، بيقف مره واحده بس، ليك وقت مستقطع واحد بس، بتبقى يعني بالاتفاق مع الفرقه وقت ما بنتعب احنا الثلاثه بنتفق مع بعض، بيبقى في حد رابع قاعد احتياطي بينزل وقت ما يبقى في حد من الثلاثه تعبان بيبدله بالاتفاق مع بعض. الماتش بيخلص بعد ما ال10 دقايق يخلصوا، بيشوف مين جاب اكتر من الثاني، او في النقطه ال21 لو جبت 21 ولسه فاضل 8 دقايق خلاص الماتش خلص، فهو بينتهي في ال10 دقايق او في النقطه ال21. الاصعب انا بحس من وجهه نظري هو الثلاثه على ثلاثه، لانها بتبقى 10 دقايق والهجمه 12 ثانيه عكس الخمسة على خمسة الهجمه 24 ثانيه، ف 12 ثانيه والملعب ما بيقفش خالص، فدي بالنسبه لي اصعب. وكمان عشان حوار التبديل كمان، ان انت ما ينفعش تبدل غير لما الملعب يقف، فده بتبقى اصعب كمان، ما بيكونش معاك كوتش، الكابتن بيبقى قاعد بره زيه زي الجمهور، ما ينفعش تاخد منه اي تعليمات، بيبقى التعليمات بيبقى بقى في المعسكر في تمارين قبلها في كده، لكن ساعه الماتش احنا الثلاثه بناخد التعليمات من بعض، واحنا الثلاثه بنبقى عندنا الخبره الكافيه ان احنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل في الوقت ده ومين احسن لعيبه في الفرقه الثانيه، بنبقى شفنا الماتشات. فيعني احنا الثلاثه مع بعض بالاتفاق بيبقى خلاص الدنيا ماشيه مع بعضينا، فهي دي الفرق ما بين الثلاثه على ثلاثه وخمسه على خمسه. احنا كنا 3 لعيبة قوم سافرين، بس احنا كنا عارفين من واحنا في القاهرة بس لحد اخر لحظة انتوا متأكدين يا جماعة ان احنا هنسافر 3، فكان بالنسبة لنا لا احنا مقلقين جدا حد مننا يحصل له حاجة لا قدر الله. اول ماتش يعني يمكن بنين يمكن اسهل من مالي واسهل من اوغندا، بس تعبنا جدا يعني، حتى ده بالنسبة لنا اسهل ماتش كنا تعبانين فما كناش قادرين. قعدنا مع بعض بعد اول ماتش الحمد لله كسبنا، بس قلنا لا احنا عايزين نوزع مجهودنا
مش عايزين ان احنا نتعب بسرعه، مش عايزين نستاهل هو تايم اوت واحد، فاحنا مش عايزين نستهلكه، لازم احنا الثلاثه نبقى تعبانين، لو حد فينا تعبان يزق الثاني. كنا خلاص اللي هو بالاتفاق مع بعض كانت كل حاجه ماشيه. لعبنا 5 ماتشات، كان يعني ماتش مالي طبعا كان صعب، وماتش اوغندا، احنا ماتش اوغندا لعبنا اوغندا في اوغندا سيمي فاينل، كنا خايفين طبعا التحكيم يبقى معاهم، وكنا خايفين ان الجمهور، كنا خايفين من كل الحاجات دي، وكمان كنا بنلعب في ملعب مفتوح، كنا خايفين ان الجو مثلا يقلب او حاجه يبقى فيه هواء واحنا بنشوط الكره تيجي كده، او يعني كنا بصراحه كل حاجه ضدنا في الماتش ده الا احنا، قلنا لا احنا مش عايزين الجمهور يبقى ضدنا، مش عايزين الحكام يبقى ضدنا. نزلنا الماتش وما اديناش فرصه ولا للحكام ولا للجمهور ان هم ما يبقوش معانا، احنا من اول الماتش واحنا فرضين سيطرتنا، احنا من اول الماتش واحنا كسبانين فرق كبير، يعني حتى لو الحكام جاملون في صفاره صفارتين احنا كنا فارقين اصلا بكتير. ماتش مالي احنا خسرنا منهم في المجموعات 21-8، يعني الماتش اصلا خلص من قبل ما العشر دقايق يخلصوا، كنا مقلقين جدا، احنا والله ما كناش يعني حاطين في دماغنا ان احنا نكسب البطوله، يعني كنا خايفين جدا ان احنا لا احنا لو طلعنا تاني لو عملنا ميداليه خلاص كده كويس، بس لما لقينا لا احنا احسن من مالي فعلا. مالي كسبتنا في المجموعات 21-8، بس احنا ما كانش ساعتها فارق معانا نطلع اول او تاني، لان اول وتاني بيتصعدوا لدور نص نهائي، فقلنا خلاص في الاخر احنا في الفاينل هنكسبهم. فعلا في الاخر قعدنا نتفرج عليهم هما بيلعبوا، شفناهم وهما بيلعبوا ماتشاتهم، لا احنا احسن منهم فعلا بكتير. جينا بقى في الاخر لا احنا خلاص هنكسبهم الماتش ده، ولو الماتش كان على فكره عدنا ال10 دقايق احنا كنا كسبناهم ال21 عادي خالص. في الاخر احنا استرجلنا بصراحه، كل واحده فينا ادت اكتر حاجه عندها، نسينا بقى كل تعب الاوتيل وتعب الاكل وتعب كل حاجه، طلع في اخر ماتش فكسبنا. لا والله جه في دماغي فعلا، انا كنت خايفه جدا ان الكره دي تضيع، وكنت خصوصا لسه مضيعه كورتين قبلهم من نفس المكان، بس خلاص يعني قلت انا هسيبها على ربنا، وكنت حتى كمان ما شطهاش وانا فاضيه، ده انا عملت طلعت كده ورجعت ستيب باك ورحت شايطاها، فما كنتش فاضيه خالص كمان، بس هي يعني ربنا ستر الحمد لله ان وانا بعمل الحركه دي البنت طلعت قدام فشطها فاضيه خالص، ما كانش معايا حد، فقلت ان شاء الله ربنا هيكرم، جت عدينا ما جتش خلاص ان شاء الله نلمها، يعني كنت خلاص سايباها على ربنا، ما كنتش حتى في دماغي ايه اللي هيحصل بعد كده، انا في دماغي الكره دي هتدخل بس، شطها فحتى الكره ما دخلتش على طول، الكره قعدت تعمل كده اللي هو انا بقى انا والاثنين اللي معايا والنبي ادخلي علشان احنا عايزين نروح. الكره دي اول لما دخلت كلنا حتى قلنا خلاص نسيبهم، حتى لو جابوا ثلاثيه احنا برده كسبانين، احنا كان سكور 16-15 انا جبتها بقى 18-15، فقلنا مش مشكله حتى لو هم جابوا ثلاثيه مش عايزين نعمل فاول بس عليهم، واحنا كده عدينا الماتش. جات لي الجرأه بصراحه، انا يعني يمكن قلبي ميت في الحاجات دي بصراحه، بشوط حتى ثلاثيات من بعيد، يمكن عشان قلبي ميت فشطها وسبتها على ربنا بصراحه. فعلا بشوطها بطريقه غريبه فعلا انا عارفه، وحتى بشوف كومنتات ناس كتيره ان انا بعمل رجلي يمكن كده وانا بشوط، فالناس كلها تقول لي ان انا رجلي عامله زي المقص بتيجي تعمل كده، هي يمكن هي حاجه مش حد مفيش حد بيشوط زيي، فاحنا عارفين البنت دي اللي بتشوط كذا يعني، فيمكن هي حاجه مميزه مش موجوده عند حد تاني، بس انا بجد مش عارفه اغيرها، يعني كنت غيرتها وانا صغيره، لكن دلوقتي الموضوع صعب وانا بقيت فريق كبير وكده، فانا خلاص بشوط بيها كده وبجيبها كده، فخلاص يعني هي فعلا مميزه، بس خلاص انا مش عارفه اغيرها يعني.